حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا. كادت سلوفاكيا ان تلحق انجلترا بكرواتيا وايطاليا الى غايه الانفاس الاخيره من عمر المباراه، بل في اخر الانفاس المضافه في مباراه سلوفاكيا انجلترا التي اضاف فيها الحكم 5 دقائق كانت كافيه للاسمراني جود بيلينغهام لكي ينقذ المملكه وينقذ غاريث ساوث جيت من الاقاله مباشره بعد اليورو، علما انه سيرحل في نهايه السنه تقريبا في شهر ديسمبر المقبل عن تدريب المنتخب الانجليزي لانه نهايه عقده. لسنا هنا بعد لانه انجلترا ما زالت موجوده في المنافسه، تاهلت بشق الانفس، اي نعم لعبت افضل شوط ثاني وشوطين اضافيين في هذه البطوله. انجلترا التي لم تقل تعاسه عن ايطاليا في مبارياتها التي لعبتها لحد الان، أظهرت البارحة أمام سلوفاكيا روح عالية وإصرار كبير وإرادة كبيرة، وحتى فرديا اللاعبين كانوا حابين يرجعوا في المباراة وحابين يفوزوا. ممكن الهدف اللي تلقاه خلاهم يخرجوا ويخرجوا كل ما لديهم في هذه المباراة. هو تأهل صعب ولكنه مستحق بالنسبة للمنتخب الإنجليزي اللي قلت كان خاسر لغاية الأنفاس الأخيرة، يتأهل إلى دور الربع النهائي في مواجهة منتخب سويسرا. خروج إيطاليا الآن والوجه اللي ظهر به المنتخب الإنجليزي البارحة يخلينا نعتقد، أقول نعتقد، بأن الإنجليز قد يذهبون بعيدا، خاصة وأن منافسهم في الدور ربع النهائي سيكون منتخب سويسرا. مع كل الاحترام لمنتخب سويسرا، لم يكن هو القوي سويسرا، بل إيطاليا هي التي كانت ضعيفة في مباراة ثمن النهائي. ولكن إنجلترا عندها الكثير من المقومات والمؤهلات الفردية والجماعية لكي تعود إلى المنافسة وتصبح واحد من المرشحين لبلوغ النهائي على الأقل، حتى لا أقول الفوز بالكأس، لأنه في المسار الثاني في منتخبات أقوى على غير ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا، وهي كلها منتخبات قوية وكبيرة جدا. طبعا حديثنا عن الإنجليز الذين تأهلوا لن يحجب عنا ولا يمنعنا من تقدير ما فعله منتخب سلوفاكيا الذي أدى مباراة كبيرة وأدى بطولة أيضا رائعة جدا، وتمكن من التفوق على الإنجليزي لغاية الدقيقة 95 كاد يفعلها ويدخل التاريخ من الباب الواسع. ولكن مع ذلك المدرب الإيطالي لمنتخب سلوفاكيا قال لهم أنا أريد أن أحتفظ بالوجه الرائع اللي ظهرنا به وكنا متفوقين على إنجلترا وما أدراك، ولا أتحدث عن خيبة لأنه ليس هناك خيبة للخروج من الدور الثمن النهائي رغم أنه كان قريب جدا. إسبانيا من جهتها في مواجهة جورجيا كلنا كنا نعتقد بأن إسبانيا ستجد سهولة، نعم وجدت سهولة ولكن في الشوط الثاني، لأنه في الشوط الأول منتخب الإنجليزي كان متعادل إسبانيا عفوا كان متعادل هدف مقابل هدف أمام حارس ماماراديشفيلي، رائع جدا في الشوط الأول مثل ما كان رائع في 3 مباريات دور المجموعات، حيث تمكن من صد 20 كرة في دور المجموعات في المباريات الثلاثة، هو رقم قياسي، وصد 5 كرات في الشوط الأول من المواجهة أمام إسبانيا التي انتهت بالتعادل هدف لهدف. ماماراديشفيلي حارس نادي فالنسيا 1.93 متر، قامته خدماته، لياقته، قوته، وبرعته أيضا خدماته، قف أمام إسبانيا قدر المستطاع، ولكن في الشوط الثاني الفرق بدأ مع الدقائق يظهر بهدف ثاني ثم ثالث ثم رابع، وانهيار تام لمنتخب جورجيا الذي يكفيه أنه تأهل إلى الدور الثمن النهائي بقيادة الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول. إسبانيا التي ستواجه ألمانيا في نهائي قبل الأوان في الدور الربع النهائي، خسارة أنه إسبانيا وألمانيا واحد منهما يخرج في الدور الربع النهائي في انتظار معرفة نتائج مباريات اليوم وغدا وبرنامج مباريات الدور الربع النهائي الذي سيبدأ السبت المقبل. الأمور الجدة بدأت طبعا، والبطولة بدأت منذ الثمن النهائي، ما يبقى فيها إلا طويل العمر. سلام.